جوزائيين يلا جمعوا، تمام. هنتكلم على برج الجوزاء وايه اللي هيحصل لبرج الجوزاء نص السنة نص اللي السنة الباقي. الجوزاء طبعا يبدأ من تاريخ 21/5 بينتهي ب 21/6، دي فترة جوزائيين. طبعا الجوزاء حاليا هو هيمر بنص التاني من السنة ببيته 12، هو جوبيتر، معنا بمعنى انه هو في عنده شوية ياخد باله النص التاني من السنة من شوية خلافات من الام والاب، يعني ياخدوا بالهم من مشاكل الام او الاب. يعني برج الجوزاء اول حاجه خد بالك من مشاكل العيله، العيله الام والاب بالذات، الاب يعني والام، يعني ياخدوا بالهم، ياخدوا يعني يحطوا اعصابهم بتلاجه وياخدوا بالهم اكتر. طبعا في عنده اخبار، ممكن يتلقى اخبار نص التاني برج الجوزاء، اخبار كتير حلوه، لكن في اعداء، هتزداد اعدائه للاسف، لكن هو بالاخر هينتصر عليهم. في أعداء لكن في، إذا تخاصم مع عدو مثلا هيغلبه، برج الجوزاء هينتصر عليه. في عنده بدي يتلقى مساعدات من الأقارب بس مش على الفاضي، يعني بمصلحة، يعني هو في حد بيعمل حاجة على الفاضي يا مش دكتور رئيس؟ مش أيوة. مصلحة رايحة مصلحة جاية. طبعا بقى الجوزاء السنة بقى كمالة السنة هيقعد أو يقع في الفخ ده زي ما بقوله، هيساعد الناس، يعني هيساعد، مش هيلاقي مقابل إلا بمصلحة، هيستفيد الجوزاء من كلامه، يعني ما يتضايقش حتى لو لقيت مصلحة يا جوزاء، بس يعني ماشي يعمل خير ويرمي في البحر زي ما بقوله، بعدين يعمل كارما، يعني بس هو في مصلحة، في طمأ منه من مقربينه أو ناس حواليه. لكن السنة عنده ينتبه على فلوسه، ممكن تزداد نفقاته، لكن برضه في فلوس جاي، يعني في فلوس لكن في نفقات، يعني يضبط ميزانيته أكتر الجوزائيين أكتر. في عنده يحذر من الناس السيئين جدا السنة دي، ما خصوصا الأعداء، نحن قلنا الناس السيئين ما يقربش عليهم، يبعد عنهم قدر استطاعته. إيه كارمة برج الجوزاء السنة دي؟ الكارما عنده أنه السفر البعيد، ممكن يسافر، ممكن في عنده سفر، ممكن يغير سكنه، الكارما حلوة عنده جدا جدا، وممكن دول أهم حاجة، لكن أنا بحذره بقى من الأعداء وبس، هينتصر عليهم بالآخر، ينتبه من مشاكل الناس المقربين. في عنده كمان يحذر من قيادة السواقة فرضا، بالسواقة ينتبه من السواقة، ينتبه من الأمور دي، أهم حاجة دول. طبعا في عنده ممكن الحب ممتاز، في عنده فرحة في الحب الجوزاء، ممكن اللي متجوزين عندهم فرحة بشارة ولادة خير، يعني ممكن زوجته برج الجوزاء تحمل او بالعكس، يعني يصير عنده هو. طب المنفصلين من برج الجوزاء، المنفصلين في رجوع، في رجوع بس لازم يجتهد عليه اكتر، لازم يشتغل عليه اكتر، يصبر عليه اكتر، لان شوي في هنا شوي صعوبه، لكن في ناس، يعني نحن قلنا انه في فرحه في البيت، في مولود جديد لبرج الجوزاء في البيت، لكن اللي مطلق او اللي هيرجع مثلا ممكن يدرس الامور اكتر او يجتهد عليها اكتر. رقم الحظ لبرج الجوزاء هو 5/14/23، اللون الفضي الرمادي اللي مناسب لبرج الجوزاء، ويوم ممكن نقول الأربعة يناسب برج الجوزاء. طيب خلص برج الجوزاء.